فاكر ساعة ما دخلت الشركة دي؟ أيوه. كان عندك كام سنة؟ كان عندي 18 سنة. 18 سنة كام الكلام ده؟ الكلام ده 54 يعني في 57. رحت لقسم الهندسية. رحت قسم الخراطة بقى. قسم الخراطة. آه. كنت أنا طبعا وأنا كده يعني أروح المدرسة في ورشة كده حبايبي يعني أروح أتعلم عندهم في الأول. أول آلة تعلمتها إيه؟ كلارينيت. أنت من الجيل الأول في الفرقة. بالنسبة للنحاسية. النحاسية أو الجيل الثاني يمكن؟ يعني أول تاني لأن أنا طبعا كان عندي 18 سنة وداخل وكان في عازفين فوق ال 30 و 40. 30 عازف 40 عازف. السن كمان. السن 30 سنة. كان في الكحكي طبعا الاسم الكبير ده. حسين الكحكي طبعا ده كان كبير طبعا. كان في تاني برضو محمد الرماح. ايوه. برضو مسك الفرقة. عادل نفادة. ده عازف كان معروف. عادل رمبا الله يرحمه برضو. توفى يعني قريب. الله يرحمه. يعني كنت انا يمكن اخر واحد بالنسبه للجيل ده. للجيل ده. وانت ما زلت مسؤول عن الفرقه دلوقتي؟ طبيعي. الدكاتره قالت لك ما تنزلش. انا كنت عملت عمليه في مخ واعصاب. وكان طبعا بيكتبوا لي علاج نفس الدكتور ده. يمكن قعدت سنه اروح له اكشف عنده يعني بيسافر بره على طول. اروح يعني يقول لي مثلا مش حاسس بحاجه اقول له لا يوم بيشوف الذاكره بتاعي برضه انت كمان عندك كم عيل يشوف ذاكرتي برضه كويسه ولا اصل المخ والاعصاب دي ممكن تفقد الذاكره طبعا حاجات بس قالوا لي ان انت ما بتقدرش تنسى لا ده دي على طول الحقيقه يعني شوف انا عندي معلش يعني 82 سنه او 83 سنه بس انت برضو دربت ناس كتير في الفرقه هنا طبعا زلت يعني حتى الفرقه ما كنتش انا اترجم لهم بالنوته يمكن بالنسبه للسمع شغل بتاعتنا دي عايز اكون ودن وموسيقيه مين علمك النوته الكحكي هو طبعا الكحكي اللي يعلو عليه طبعا كان ماسك الفريق كان في قطاعات الموسيقات زمان ودارس نوته يعني بيقرا نوته شاطر يعني وانت شاطر. كل الناس اللي في الفريق بيقروا نوتة؟ لا الحقيقة بيشتغلوا سماعي كلهم سماعي